وطيب خلينا نروح لسياده المستشار نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء. سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ احمد، اهلا بحضرتك. هذا القرار ماذا يعكس؟ هذا القرار رؤيه الدوله الحكومه هذه اللجنه لمراجعه الامور الخاصه بالكنائس. احنا بنتكلم النهارده على رقم كبير، وانا قلت يمكن ربما اكبر رقم في قرار واحد في يوم واحد. زي ما حضرتك قلت استاذ احمد، يعني 783 كنيسه على مدار سنه، ده رقم كبير جدا. اخذا في الاعتبار يعني المشكلات اللوجستيه اللي يعني بتحيط بموضوع ان تنتقل لجان لفحص الوضع على الطبيعه، وتعاود هذه اللجان الذهاب مره اخرى للمكان المطلوب تقنينه لتمام يعني استيفاء كل الاشتراطات. فاللجنه اللي بدات اول اجتماعاتها في فبراير 2018 لما توصل في مارس 2019 اللي هو النهارده هذا الرقم 783، هذا رقم يعني يستحق الاشاده من جانب القائمين على اللجنه. طبعا لا يزال هناك الكثير من الكنائس او طلبات التقنين التي يعني جاري النظر فيها، لكن في النهايه هي عمليه مشتركه، يعني تسريع وتيره تقنين الكنائس يتطلب ايضا من ممثلي الطوائف المسيحيه المختلفه ان يعني يقوموا ببعض الجهد لاستيفاء اشتراطات الحمايه المدنيه، واستيفاء ايضا اشتراطات البنائيه واشتراطات السلامه الانشائيه، حتى يكون عمل اللجنه من اجل تسهيل عمل اللجنه وتسريع اتخاذ قرارات لتقنين اوضاع هذه الكنائس. قلت انه ليس لدينا مشكله الكنائس والمساجد، وده حق وكل ابناء الوطن سواسيه، مش كده؟ ده اكيد، ومش انا اللي باكده ولا نعم. الحكومه، ده سياده الرئيس اول واحد اكد هذا. لا يعني عندما يعني يتعلق الامر بالمواطنه فانت مصري في اولا واخيرا، ليس هناك فرق بين من يذهب الى مسجد ومن يذهب الى كنيسه، كلاهما يعبد الله لكن يعني بطريقته. ومصر هي دولة تحترم حرية العقيدة، تضمن حرية ممارسة الشعائر، وده كان لب أو فخو القانون بتاع رقم 80 لسنة 2016 اللي هو بموجبه يعني أنشئت هذه اللجنة لتقنين أوضاع الكنائس التي لم تحصل على التقنين. رئيس الوزراء النهاردة قابل عدد من الشركات الأمريكية اللي موجودة في مصر، إيه اللي حصل خلال هذا الاجتماع؟ طبعا كان عدد كبير جدا، عم بنتكلم في ممثلين ل 40 شركة أمريكية، بعضها بيستثمر في مصر منذ يعني 115 سنة زي إكسون موبيل، وبعضها بيستثمر منذ يعني سنوات قليلة، سنتين أو حاجة. ده دليل على أن المناخ الاستثماري في مصر مشجع جدا، لأن معظم هذه الشركات التي تحدثت اليوم أكدت أنها ستقوم في خلال الفترة القادمة بزيادة استثماراتها في مصر. ويعني ممثل شركة آي بي إم يعني قال نصا، يعني حتى احنا حرصنا في البيان ان احنا نذكر ما قاله بين اقواس، ان مصر هي مكان امثل للاستثمار وهي بوابه الولوج للاسواق الافريقيه. هكذا ينظر الامريكان الان او الشركات الامريكيه الى مصر. الوضع ده ما كانش ممكن نتخيله استاذ احمد من 4 سنين او من 3 سنين قبل ما نعمل برنامج الاصلاح الاقتصادي. لم يكن من الممكن ان تجلس مع هذا العدد وتسمع هذا الكلام الجيد عن مصر. برضو من حوالي شهرين لما رئيس الوزراء ذهب الى دافوس، بمجرد ان احنا اعلنا ان رئيس الوزراء سيذهب الى دافوس يعني انهالت علينا الطلبات من الشركات المختلفه حول العالم، كان ابرزهم طبعا شركه ابل الكبيره والشهيره، لطلب مقابله رئيس وزراء مصر لبحث استثمارات. هذا لم يكن ممكنا لو كان رئيس الوزراء اعلن مثلا مشاركته في 2014 2013، حقيقه ما كناش بنتلقى اي طلبات في هذا الوقت، لان لم يكن الاقتصاد المصري مشجعا بالقدر الكافي لتقوم الشركات يعني مخاطبه ودك لتستثمر في مصر. اما الان فمجرد اعلان ان اي مسؤول مصري سواء سياده الرئيس او رئيس الوزراء او اي وزير في يعني في الخارج في زياره تنهال علينا الطلبات، يريدون ان يجلسوا معنا لبحث يعني كيفيه يعني الدخول في السوق المصري بالنسبه للشركات التي هتدخل بعد، او كيفيه زياده استثمارات الشركات العامله بالفعل. النهارده كان في اجتماع بخصوص ديون مؤسسات صحفيه قوميه. طبعا ده الاجتماع الشهير اللي بيتكرر مع كل رئيس وزراء ياتي الجلوس على هذا المقعد، وبيتكرر عده مرات مع نفس رئيس الوزراء، وعشان كده رئيس الوزراء النهارده الدكتور مصطفى مدبولي كان يعني تحدث بمنتهى الشفافيه والصراحه. المؤسسات القوميه نحن جميعا نقدرها، لا يوجد مصري لا يقدر مؤسساته القوميه، لكن في الوقت ذاته هذه المؤسسات يعني عليها دور كبير في
القيام ببعض الاصلاحات. الصحافه الورقيه حضرتك صحفي في الاساس استاذ احمد وتعلم ذلك، الصحافه الورقيه في كل انحاء العالم تواجه مشكله بسبب يعني ان الجميع اتجه الى الصحافه الالكترونيه. هذا تطلب من معظم صحافه العالم ان يعني اعاده هيكله صحفها.